السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم تحدي اليوم العاشر، تحديات الانترفيس أو مهرجان الشتاء. نشوف مع بعض التحدي لليوم العاشر. أول شيء بنفتح الفيزيت لودج الستيج 1، المرحلة الأولى بنفتح الجواري، نفتح الهدية مع بعض ونشوف شو بيطلع لي. ناس تمام، نفتح الجوار مشان تفتح الستيج 2. بهذا التحدي أصدقائي بدك تدمج شخص أو تعطيه دمج يعني بخلال قطعة الفحم اللي هلأ بدي أعرض لكم صورة توضيحية كيف تدمج فيه. هي بسيطة كتير، مجرد ما انك تمسك القطعة هي ترميها عليه ويتدمج حتى لو اي دمج، خلاص هيك انت خلصت الستيج 2 وبتاخد الهدية هي الظهرية. هيك نكون وصلنا لهاية مقطعنا، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات شو الهدية كانت تبعكم تبع اليوم العاشر. وانا بعرف ان المقطع متأخر، باقي 4 ساعات وبيفتح التحدي يوم ال11 او ال11، بس معلش ما قدرت امبارح صور بالليل ونزله دغري. وإذا كملت المقطع للآخر لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك التحديات للسيزون 2 اللي راح يفتح 2020. وشكرا على المتابعة، برعاية الله.